مهمة المؤسسات البلدية هي توفير الخدمات للمواطنين داخل حدود البلدية، أما خارج حدود البلدية فهي مهمة مديرية الطرق وجسور محافظة ميسان. احنا حقيقة موفرين كافة الخدمات داخل حدود البلدية، قاعد يصير عندنا توسع تحديث بالتصاميم الأساسية، واحنا عندنا خطط مستقبلية عادية توفير الخدمات. أما بخصوص الضغط ما راح يأثر، احنا مهمة المؤسسات البلدية توفير الخدمات داخل حدود المؤسسة البلدية، داخل حدود البلدية، واحنا ماشيين بهاي الأمور إن شاء الله. هم بالتالي جاي داخلين داخل الحدود، دول اللي ينسحون داخل المدن. احنا عندنا خطة مستقبلية. عندنا خطة مستقبلية للتوسع ولتحديث التصميم اللي يحصل بالمؤسسات البلدية حال انتهاء أعمال البنى التحتية اللي هي الماء، المجاري، الكهرباء، الاتصالات، نعيد كشف تبليط وأرصفة لتلك المناطق. طيب أنتم ماضين الآن بإزالة العشوائيات بالمناطق الوحدات الإدارية؟ نعم، عندنا كتاب من مجلس القضاء الأعلى بضرورة رفع العشوائيات في بالمناطق الوحدات الإدارية، وإحنا إن شاء الله ماضين. كل المؤسسات البلدية عندها آليات تخصصية وعندها أعمال نظافة وقاعد تقوم بواجبها بشكل صحيح. Thank you.